طبعا في الأحداث اللي زي دي الواحد بيبقى بجد مش قادر يتكلم، وحزين جدا، وحتى الحزن باين على اللي هو زي ما انتم شايفين، يعني اسود في اسود في الحالة اللي احنا فيها. فأنا مش عارف أبدأ منين، ولكن عزائنا الوحيد ان احنا لسه قادرين نتكلم. من كام ساعة يعني الواحد ما كانش متخيل ان الحالة بتاع البلد توصل للمرحلة دي. احنا وصلنا ان الناس الفتافيت فتفتوها. يعني انت تخيل تصحى الصبح اول حاجة في وشك ان يقولك ان الفتافيت اتفتفتت، يعني حتى الفتافيت مبقاش فيها بركة دلوقتي. اي حد الصبح ماشي يفتفت في الفتافيت، وفتنوه، يعني انت مسابوه في حاله، يعني ده كمان فتفته فتافيته فتوه، يعني الراجل بقى قاعد ملط، مفيش حتى الفتافيت معاه. فاحنا دلوقتي المجتمع اللي احنا فيه بقى خلاص صعب، والحياة بقت بين 60 في 70. فحلنا الوحيد يا اما نشوف فتافيت تانية، يا اما بقى ان ربنا يقدرنا على شوية الفتافيت اللي متفتفتة نقضي حياتنا بيها. لكن الفتافيت اللي بتاعت زمان خلاص، يعني انت لو انت مفكر فتافيت زمان، لا، فتافيت زمان وفتافيت كل ده خلاص راح وراحت ايامه. فين ايام الفتافيت الجميل؟ ففتفت الفتافيت اللي احنا عايشينها دي يا جدعان، لازم كل واحد يخلي باله من ايه بالظبط، من فتافيته. يعني الفتافيت اللي فاضله دي يا دوب الواحد بقى الكام سنه ولا الكام، ما حدش بقى عارف عمره هيروح لحد فين، ونقضي حياتنا بقى وربنا يكرم. بس اهم حاجه كل واحد فتفوته معاه، والفتفوته الفتفوته في بيقولوا زي ما بيقولوا كده، الفتفوته في اليوم الابيض بتنفع في اليوم الاسود. واحنا بقى شبه ايامنا كلها زي ما انتم شايفين كده. فرجوا وسلام.